يلا ابو السريع قطع قطع عشان تودي البيض. شد حالك يا اخي. يا ابو العم انت مصحيني من فقرة الله، نشتغل بيدي ورجالي مديني شغال يا اخي. يا اخي عشان البيض شد ايدك. نقول لك والد ابوك السلام عليكم، اديكم العافية. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. الله يخليكم. لا بس بالصلاة على النبي الملوخيات بتوعكم والله منورين، وانا بصراحة قد جاي لكم وعايز شوية قبصة عشان النهاردة الخميس طبعا انتوا عارفين نطبخوها انا والعيال. وجزاكم الله وكل خير والجيران البعضين. واه 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 عينك يا فقري، ده صارفين بلاوي دولي عشان يطلعوا. والله طول ما قلت الكلمة دي والله ما تاخذ ولا جار ولا مجار، وهم اساسا على كد البيئة. باه 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 باه، ده بدل ما تقول لي تعال خذ اللي عايزه والزرع زرعه، تقول لي ما عندي ناشا يا اخي. ده قبصة مش هتخس يعني الزرعة، ده حتى ربك يبارك لك فيه. اوي تاكلش مخني، عايز نمشي يزيدوا هم على كدنا على كدي. روح روح. لا مشكورين يا ابو، مش عايزين حاجة منيكم. الله يرحم ايام زمان كان لما يكون الجار طابخ طبخة كان يجيب الجار بتاعه التاني ياكل معاه. واي واي يا ابوي، ايام زمان راحت راحت والله. ان شاء الله ربنا ما يبارك لكم فيهم يا شيخ، وانا راجل على كد حالي وربنا هيرزقنا. سلام عليكم. نور قبر لما ايه. سلام عليكم. سلام ترك فطر يا عمدي عمليه. تعال تعال يا ابو انجبرك شايف ملوخي. الله يخليك. استنى بس ماشي ابو السريع. خذ خذ الله فيك. تطبخهم انت والعيال يا ابوي كثير دي كثير والله يا ابو السريع. باه باه يا عمدي، فيش حاجه تكتر عليك، ده انا والله كنت مديهم لك لغايه الباب. بس اهم حاجه تشوف لنا الورقات اللي انا مكلمك عليها. اعتبر الورقات خلصانين، بس في ناس جايه من سوهاج، انا اقعد معاها وارن عليك تجي تاخذ ورقاتها. ربنا يخليك لينا يا عمدي. لا بالله السلام عليكم. سلامة الله سلامة الله. هذه الناس اللي تستاهل، مش الثاني الجعان اللي ما لقيش ياكل. ما المصالح بتتصالح سبحان الله. يعني الراجل اللي لهم عنده مصلحة ناقصين يحبوا على الجزمة بتاعته، والراجل الفقير يروح في الرجلين ومستكترين عليه شوية الملوخية. والله الدنيا بتكلب، والله الدنيا بتكلب يا أخي سبحان الله. كل واحد بيدور على مصلحة، لكن غيرك دي يلا حسب الله ونعم الوكيل. اغنيها بالحلال يا رب، اغنيها بالحلال، اغنيها بالحلال يا رب.